بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تفسير سورة لإيلاف قريش، وهي مكية، ذكر حديث غريب في فضلها. قال البيهقي رحمه الله في كتاب الخلافيات: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمروى، حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل، حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشاً بسبع خلال، أني منهم، أي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبوة فيهم، والحجابة يعني خدمة الكعبة، والسقاية سقاية زمزم فيهم، وأن الله نصرهم على الفيل، وأنهم عبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده غيرهم، وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن ثم تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال المعلق حفظه الله ورواه البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي رحمه الله، وهو في المستدرك. وقال الحاكم رحمه الله: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي، الإمام الذهبي تعقب الحاكم فقال فيه، أي في سنده، يعقوب ابن محمد الزهري ضعيف، وإبراهيم صاحب مناكير هذا أنكرها. وقد حسن الحافظ العراقي رحمه الله هذا الحديث، وللشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله مبحث حول هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، ذهب إلى تحسينه والله أعلم. قال الله عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله. هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله، لأن المعنى عندهما
حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين، لإيلاف قريش أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه أي يعتادونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم. هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الحمد لله. ولهذا قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم، بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير رحمه الله: الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة، فقال عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عمرو العدني، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل أمكم قريش لإيلاف قريش. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا المؤمل ابن الفضل الحراني، حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عبيد الله ابن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف.
هكذا رأيته عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها، فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية، والله أعلم. اللهم أوزعنا شكر نعمتك يا رب العالمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون وهو الإناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكذب بالدين، وهو المعاد والجزاء والثواب. الدين أي القيامة، والثواب والعقاب. فذلك الذي يدع اليتيم، أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يطعم المسكين ولا يرغب في ذلك. فعلينا أن نكرم اليتيم ونحسن إلى اليتيم ونحض على إطعام الفقراء والمساكين، كما قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده، أي بحاجته وكفايته. ثم قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، يعني المنافقين نعوذ بالله، الذين يصلون في العلانية يعني أمام الناس ولا يصلون في السر. النفاق المنافق أقبح من الكافر، وعقوبة المنافق أشد من عقوبة الكافر نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق والباطل. ثم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية يعني أمام الناس ولا يصلون في السر، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: للمصلين. فويل للمصلين أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها، ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية، كما قاله مسروق وأبو الضحى رحمهم الله. فلا بد من أداء الصلاة على أوقاتها في بيوت الله. وقال عطاء بن دينار رحمه الله: والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. المنافقون ساهون عن صلاتهم، وأما السهو في الصلاة من المسلم فهذا يعفى عنه لأنه ليس باختياره، وأما المنافقون فهم ساهون أي غافلون عن الصلاة، وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور بها،
وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل هذا كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي والعياذ بالله. كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، يعني ينتظر قرب الغروب، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يعني عند الغروب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب، لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة للناس، مراءة الناس، لا ابتغاء وجه الله عز وجل. فهو إذن لم يصلي بالكلية، فالرياء يحبط العمل. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال هاهنا: الذين هم يراؤون. فيجب علينا أن نحذر الرياء ونحذر عدم الطمأنينة في الصلاة، لا بد من الخشوع ولا بد من الطمأنينة في جميع الأركان. فالمسلم حين يقوم يصلي يناجي الله عز وجل، والله قبل وجهه جل جلاله: اللهم اجعلنا من الخاشعين لعظمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الطبراني رحمه الله: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدويه البغدادي، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لحامل كتاب الله، وللمصدق في غير ذات الله، وللحاج إلى بيت الله، وللخارج في سبيل الله. هؤلاء الذين يراؤون الناس، نعوذ بالله، أعد الله لهم هذا الوادي في جهنم، أجارنا الله من النار ومن حال أهل النار. قال المعلق: وقال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب: رفع حديث ابن عباس غريب، ولعله موقوف، والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة رحمه الله فذكروا الرياء، فقال رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. فيجب على المسلم أن يحذر الرياء والسمعة، بل يعبد الله ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. الناس إن مدحوا ما نفعوا، وإن ذموا ما ضروا، الأمر كله بيد الله، اعمل ابتغاء وجه الله جل جلاله. ورواه أيضا عن غندر
ويحيى قطان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل لم يذكر اسمه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يتعلق بقوله تعالى الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء إذا عمل عملا ابتغاء وجه الله والناس مدحوا وهو لم يفعل للناس إنما فعل لله لكن الناس مدحوا أن هذا لا يضر لأنه ما نوى رياء الناس الناس مدحوا. نعم. ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا مخلد بن يزيد، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كتب لك أجران أجر السر وأجر العلانية لأنه ما أراد رياء الناس ولا أراد مدح الناس لكن الناس مدحوا فلا يضر لكن إذا نوى طلب مدح الناس صار رياء وبطل فيجب علينا أن نخلص أعمالنا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. قال أبو علي أهارون بن معروف بلغني أن ابن المبارك رحمه الله قال نعم الحديث للمرائين يعني الذين لم يقصدوا رياء الناس وأما من قصد رياء الناس بطل عمله وهذا حديث غريب من هذا الوجه وسعيد ابن بشير متوسط وروايته عن الأعمش عزيزة أي قليلة وقد رواه غيره عنه. قال أبو يعلى رحمه الله أيضا حدثنا محمد بن المثنى بن موسى حدثنا أبو داود حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السر وأجر العلانية لأنه عمل سرا أراد وجه الله لكن الناس مدحوا وهو لم يقصد فلا يضر ذلك أما إذا قصد مدح الناس بطل عمله. وقد رواه الترمذي رحمه الله عن محمد بن المثنى وابن ماجه رحمه الله عن بندار كلاهما عن أبي داود الطيالسي رحمه الله عن أبي سنان الشيباني واسمه ضرار ابن مرة ثم قال الترمذي رحمه الله غريب وقد رواه الأعمش وغيره عن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أي بدون ذكر الصحابي. وقد قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله حدثني أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان النحوي عن جابر الجعفي حدثني رجل لم يذكر اسمه عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الله أكبر هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا لأن الله قال عن صلاتهم ساهون يعني غافلون كما تقدم أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون لأن السهو إذا كان من غير قصد مع الحرص والاجتهاد لا يضر هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته وإن تركها لم يخف ربه أي هذا المنافق والعياذ بالله. فيه جابر الجعفي في سنده جابر الجعفي وهو ضعيف وشيخه مبهم لم يسم والله أعلم. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا حدثني زكريا بن أبان المصري حدثنا عمرو بن طارق
حدثنا عكرمة بن إبراهيم، حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخر الصلاة عن وقتها، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير ضرورة. وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية أو صلاتها بعد وقتها شرعا، أو تأخيرها عن أول الوقت سهوا حتى ضاع الوقت. فعلينا أن نحافظ على الصلوات الخمس على أوقاتها مع الجماعة. وكذا رواه البيهقي، وكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله عن شيبان بن فروخ عن عكرمة بن إبراهيم به، ثم رواه عن أبي الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه موقوفاً، أي من قول الصحابي رضي الله عنه، وهذا أصح إسناداً، وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه، وكذلك الحاكم. وقوله تعالى: ويمنعون الماعون، أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه. هؤلاء لا أحسنوا عبادة ربهم لأنهم يراءون وعملهم باطل، ولا أحسنوا إلى خلق، لا يحسنون حتى إلى خلق الله، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. يعني إذا استعار منهم الدلو أو القرد أو القدر ما يعطونه معونة، ما يعطونه عارية، نعوذ بالله. لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به كالقدر والدلو ونحو ذلك مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وقد قال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله قال: علي رحمه الله: الماعون الزكاة. وكذا رواه السدي عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه، وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه يقول محمد بن الحنفية وهو ابن علي رضي الله عنه، والحنفية أمه، وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وعطية العوفي والزهري والحسن وقتادة والضحاك وابن زيد. والقول الأول: الماعون، يعني لا يعطون أحدا عاريا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال تفسير سورة الكوثر: وهي مدنية وقيل مكية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلهل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، يعني نام قليلا، فرفع رأسه. هنا في هذه النسخة، وقال الحسن البصري: إن صلى راء، وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله، يعني هذا المنافق والعياذ بالله. وفي لفظ: صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: هم المنافقون، ظهرت الصلاة فصلوها، وضمنت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش وشعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الماعون، فقال: هو
ما يتعاوره الناس بينهم، يعني يأخذونه عارية من الفأس الذي يكسر به الخشب والقدر الذي يطبخ عليه والدلو، يمنعون هذا ولا يعطون أحدا عارية، وهذا ذم لهم. فينبغي للمؤمن أن يتعاون مع إخوانه. وقال المسعودي رحمه الله عن سلمة بن كهيل عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الماعون، فقال هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العبيدين وسعد بن عياض عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن. وحدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن الماعون فقال ما يتعاوره الناس بينهم، أي ما يأخذونه عاريا، الفأس والدلو وشبهه. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الماعون منع الدلو وأشباه ذلك. وقد رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله عن قتيبة عن أبي عوانة بإسناده نحوه، ولفظ النسائي رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال كل معروف صدق، كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال الماعون العواري يعني العارية، القدر والميزان والدلو. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ويمنعون الماعون يعني متاع البيت، وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك وغير واحد رحمهم الله إنها العارية للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم رحمه الله عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ويمنعون الماعون قال لم يجي أهلها بعد. سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلهل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة أن نام قليلا فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم أي يطرد، فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
اللهم اسقنا من نهر الكوثر بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. هكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله بهذا الإسناد الثلاثي وهذا السياق، بين الإمام أحمد رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة. حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك، ثلاثي يعني بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة رحمهم الله. وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزانان، أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر، يعني الحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، يصب في الحوض ميزابان من نهر الكوثر، وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ويطرد الذين غيروا وبدلوا نعوذ بالله، فيجب علينا أن نتمسك بالقرآن العظيم وبسنة النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن نلزم هدي السلف ونحذر البدع والأهواء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من طريق محمد بن فضيل وعلي بن مسهر كلاهما عن المختار بن فلهل عن أنس رضي الله عنه. ولفظ مسلم رحمه الله قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة، أي نام قليلا، ثم رأى ثم رفع رأسه مبتسما صلى الله عليه وسلم. قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم أي يطرد، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. غيروا وبدلوا نعوذ بالله من البدع. وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء رحمهم الله على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. فأما قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه فقال: حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، وإذا حافتاه أي جانباه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسكه زفرة، يعني أنه ترابه مسك، وإذا حصاه اللؤلؤ. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه أي جانباه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء
فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر أعطاكه الله عز وجل. الحمد لله. ورواه البخاري رحمه الله في صحيحه، ومسلم رحمه الله من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه أي جانباه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وهذا لفظ البخاري رحمه الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الربيع أخبرنا ابن وهب عن سليمان بن هلال عن شريك بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل عليه السلام في السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. قال: جاء جبريل عليه السلام: ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك، أي أخفاه لك ربك جل وعلا. وقد تقدم في حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحيحين رحمهم الله. وقال سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه أي جانباه قباب اللؤلؤ مجوف، فقال الملك الذي معه عليه السلام: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. وكذا رواه سليمان بن طرخان ومعمر وهمام وغيرهم عن قتادة به رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج حدثنا أبو أيوب العباسي حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: هو نهر أعطانيه الله في الجنة، ترابه مسك، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر أي الإبل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنها لناعمة، هذه الطير ناعمة. قال: أكلها أنعم منها. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة أعطانيه ربي، لهو أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجذر أي الإبل. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنها لناعمة، هذه الطيور. قال: أكلها أنعم منها يا عمر. رواه ابن جرير رحمه الله من حديث الزهري عن أخيه عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فذكر مثله سواء. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر، نهر عظيم، أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه أي جانباه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. الحمد لله. ثم قال البخاري رحمه الله: رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق رحمهم الله.
ورواه أحمد والنسائي رحمهم الله من طريق المطرف به. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: الكوثر نهر في الجنة شاطئاه در مجوف. وقال إسرائيل: نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء. وحدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق أو مسروق قال: قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، حدثيني عن الكوثر. قالت: نهر في بطنان الجنة. قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسطها حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت، ترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بفضلك وإحسانك وكرمك، وأجرنا من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن ابن أبي نجيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه. يعني إذا وضعت إصبعيك في أذنيك تسمع صوت، فهذا يشبه جريان النهر الكوثر، يعني مثل. من أحب أن يسمع خرير الكوثر أي جريان الماء في الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه. يعني إذا وضعت إصبعيك في أذنيك تسمع صوت، فهذا يشبه صوت جريان الماء في نهر الكوثر. وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة، يعني بينهما راوي ما يدرى منه، وفي بعض الروايات عن رجل عنها. ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه، والله أعلم. قال السهيلي رحمه الله ورواه الدارقطني رحمه الله مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضاً من حديث هشيم عن أبي بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير. وقال الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير. وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن بن أبي الحسن البصري، حتى قال مجاهد رحمهم الله: هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة رحمه الله: هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسره بالنهر أيضا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك.
وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب، حدثنا هشيم، أخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن ذهار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الدر، والياقوت ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل. وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفًا، أي من قول الصحابي رضي الله عنه، وقد روي مرفوعًا. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء، قال: وقال عطاء بن السائب عن محارب بن الدثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علي، أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: صدق والله، إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني ابن البرقي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير، أخبرني حرام ابن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يوماً فلم يجده، فسأل امرأته عنه وكانت من بني النجار، فقالت: خرج يا نبي الله آنفاً عامداً نحوك، أي يريد أن يأتيك، وأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، يعني هو في طريق وأنت في طريق، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل، فقدمت إليه حيثاً طعام من تمر وسمن ومضير، فأكل منه، فقالت: يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك. أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال: أجل، وأرضه، يعني أرضه، ياقوت ومرجان، يعني حجارة كريمة، وزبرجد ولؤلؤ. حرام ابن عثمان ضعيف في سنده، راو ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طريق تفيد القطع أي الجزم عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك أحاديث الحوض، ولنذكرها هاهنا. وهكذا روي عن أنس رضي الله عنه وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف رحمهم الله أن الكوثر نهر في الجنة، وقال عطاء: هو حوض في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، جنة الفردوس، بفضلك وكرمك، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله، صفحة 185، صفحة 185: فصل ما ورد في عظم فضل بعض السور. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. هذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها فيها صفة الله وبيان عظمته. قل هو الله أحد، أحد في ربوبيته لا رب غيره، أحد في ألوهيته لا معبود بحق سواه، أحد في أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. الله الصمد، أي الذي اتصف بجميع صفات الكمال، لم يلد ولم يولد، منزه عن الولد والوالد، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مساوي له جل جلاله. فينبغي أن نكثر من قراءة هذه السورة ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، الذي يختم القرآن أقل من 3 أيام ما يفهم، يعني أقل شيء تختم القرآن في 3 ليالي هذا أقل ما يكون، فالذي يختم القرآن أقل من 3 ليالي ما يفهم. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. فإذا قرأت القرآن تدبر ورتل حتى تنتفع. اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000 آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ 1000 آية في كل يوم؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر، أن يقرأها ويتعظ ولا يلتهي بالدنيا ولا يتشغله الدنيا عن عبادة الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم أوزعنا شكر نعمتك يا ذا الجلال والإكرام. لرواه البيهقي رحمه الله. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ليلة، أي ما كان يختم القرآن في ليلة. الحديث رواه مسلم رحمه الله. بل ورد أنه كان يقرأ 20 سورة في قيام الليل، كل ركعة 2 سورة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل، يعني لا تستعجلوا في تلاوته، لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني تقرأ بالترتيل وتتدبر وتعتبر وتتعظ. فالقرآن أنزل للتدبر والعمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة ورتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله.
وقد نهي عن الإفراط في الإسراء، أي لا تسرع في تلاوة القرآن، ويسمى الهذرمة. الإسراع في قراءة القرآن يسمى الهذرمة. فثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً قال له: أقرأ المفصل في ركعة واحدة، يعني من الحجرات إلى قل أعوذ برب الناس في ركعة واحدة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذًا كهذ الشات، يعني تستعجل في تلاوته، إن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني ليس في قلوبهم خير، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ نفع. رواه البخاري ومسلم. اقرأ القرآن بالترتيل وتدبر واعتبر. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، يعني احضر قلبك عند قراءة القرآن وعند سماع القرآن. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك وأحضر واحضر حضور من يخاطبه به، من يتكلم به منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله أكبر. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتضي ومحل قابل، شرط في حصول الأثر انتفاء المانع الذي يمنع منه. تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه على المراد: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعلينا عند قراءة القرآن أن نتدبر ونحضر قلوبنا، اللهم وفقنا لذلك، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن أفضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك يختلف باختلاف حال الرجل. فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر، والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. يستحب لقارئ القرآن أن يحسن صوته بالقراءة، لأن تحسين الصوت بالقراءة معين على حضور القلب وخشوعه، وباعث على حسن الاستماع والإصغاء إلى القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني من لم يحسن صوته بالقرآن. ليس المراد به الغناء، إنما المراد به تحسين الصوت. رواه البخاري رحمه الله. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به، يعني يحسن صوته بالقرآن ويجهر به. قال جمهور العلماء رحمهم الله: معنى لم يتغنى أي لم يحسن صوته. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
والدارمي رحمهم الله، وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أعطاك الله صوتا حسنا كما أعطى نبيه داود عليه السلام. قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن. اللهم قابل سيئاتنا بإحسانك، واستر خطيئتنا بغفرانك، وأذهب ظلمة ظلمة وأذهب ظلمة ظلمتنا بنور رضوانك، واقهر عدونا بعز سلطانك، فما تعودنا منك إلا الجميل، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.